قناة الأنس الفضائية. اتلوا منا الإسلام، مراتب الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله دغي جمعا إيدان تغيميت الخير تغيميت دغي إن شاء الله أيان تغيميت 16 إلى برنامج تسلومين الإسلام. برنامج دغ ان شاء الله تعالى اللي سنسوال اخ في الاركان الاسلام، الاركان الايمان، الاخلاق الاسلام. رانسيو ان شاء الله تعالى يا دغ الحلقه في الايمان سر الرسول، الايمان بالرسول، الايمان سر الانبياء داديوزن ربي سبحانه وتعالى. الانبياء د الرسول اما زن مولانا سبحانه وتعالى يوزن من ربي عز وجل يمدن أداس النعتين أبريد للجنت، أداس النعتين أبريد داتني سقرام صغور مولانا سبحانه وتعالى. الأنبياء يوزنت من ربي سبحانه وتعالى أداغ نعتن أبريد الإيمان، أبريد التوحيد، أبريد داتني سقولون سلجنت مولانا سبحانه وتعالى. يمرغ ربي سبحانه وتعالى أن تابع الرسول، أن تفور يدداغ ديوين الرسول. متى النبي ديوز مولانا سبحانه وتعالى دا يتعلم لمنس أول حاجة داسني يتعلم التوحيد نربي عز وجل. متى النبي ديوز نربي سبحانه وتعالى دا يتنعتي لمنس التوحيد الإيمان أفاد أدي سن مدن إد ربي دات ندي خلقن أي استحقان يتعباد ينوان ولا يكلم. إذن متى النبي دي الدان قبل دا سنيني مدن أزومات مغد الزلات مغد يعني هنما يحلان هنما يحرمن قبل أول حاجة دات نعاتني مدن التوحيد العقيدة داتني دستسين ربي سبحانه وتعالى يسني المعبود ديت يعباد ديستحقان يتعباد هو ربي سبحانه وتعالى. الأنبياء المرسلين العدد نسن يعني مشتديان ربي يتسن سبحانه وتعالى أشهو لن الأنبياء ديت تذكرن في القرآن 25 نبي إلي ويد دوري تيبدر، ولكن إذكر أغض ربي سبحانه وتعالى القصص نسن إلي ويد يعني خفي سود ربي سبحانه وتعالى القرآن يعني سيان الشكل يعني جماعي، ولكن يعني بلا التفاصيل نسن ولا بلا الأسماء نسن. نكرين أنت من سلام بيد خلو تندار يوزن ربي سبحانه وتعالى. إذن معنى الركن الدغس إيجانسي الأركان الإيمان أشهو إزريغون غال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الركن الدغوي السربعة وهو الإيمان سالرسل، أتمنت سالرسل دديوزن ربي سبحانه وتعالى وعلى رأسهم يعني ودي كان نية سنية الفضل يعني المقام غور ربي سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دنت من سلان بي يقول نام نيس بلغن الرسالة ربي سبحانه وتعالى، نام نيس نسهولا كل أيد سنيو من ربي سبحانه وتعالى أتي نسهولوني الأمم نسن، نام نيس خلصني ربي سبحانه وتعالى قوم نس الدور نسن قوم نس المهمة نسن بلغني الأمم نسن، نامن إسن نسهولان كل شيء الرسائل نسن يمكن الدخط نديوزن ربي سبحانه وتعالى. أو ديان النبي ورني في الغرسة ودحاح، أو ديان النبي يعني يخوني الرسالة، أو ديان النبي يعني بلغني الأمم نسيا يدشيا. بل الأنبياء كلهم عليهم السلام بلغن التوحيد، بلغن
الشريعة بلغن أي دسن ديوزن ربي سبحانه وتعالى. دانت من زارسن جملتان نامن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استفاصيل أشهو تفاصيل الرسالة سيدنا رسول الله تيذكره القرآن تيذكره الحديث. أما الأنبياء الداغزرين والغرغ للتفاصيل يعني الشريعة نسن يمكن دادو مر لوما من سنة الظالين مغدادو زوم من شحال نتظلا شحال نوزوم شحال كذا أين هذا انت من كوني إيس بلغن كل شيء لوما نسن لكن التفاصيل والغور غلينت تفاصيل داون غلان هو أي دادا غديو سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صفات الأنبياء صفات الأنبياء أولا الأمانة دانت من الأنبياء إيس ديك سنت الألامانت بمعنى أي ده سني وصا ربي سبحانه وتعالى أتبلغن بلغن كل شيء بكل أمانة معناه ورديك سنت لي الخيانة ورضيع اللوم من سن ورضيع يعني المهمات ده سن ديوزن ربي سبحانه وتعالى قوم زارس يعني بلغنت الأمانة. إذن الأمانة ورد زياد نرد نقص ناي داغسين ربي إنيت إن أنت إمكي داغسين تينا ربي سبحانه وتعالى بلا الزيادة بلا النقصان ورنو جين غور سنامية بلغن كل شيء يعني أي دخس نيوم ربي سبحانه وتعالى. ثانيا الصدق لأن بيا كل شيء ديكس الصدق وديكس اللي نتكركاس كله دا تبلغن يعني أي داسين ربي عز وجل الصدق ورنات سكرك سنخ في الأمم نسن ورنات سكرك سنخ في ربي سبحانه وتعالى. التبليغ الأمانة يعني دا التقوى نربي سبحانه وتعالى تقدى يا ربي عز وجل إن يغني بصلاة صلى الله الحديث أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له يعني نكين أيان سيد المتقين كي تقدني ربي عز وجل وقارن متى يعني لان يعني أما متى بنادم نيت تقدني ربي عز وجل هذه كدني يسنى بصلاة صلى الله عليه وسلم الخوف من ربي يتقوان مولانا سبحانه وتعالى وريلي أو ديان يتقدني ربي يعني وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا نبي كل شيء نتنايا السادات المتقين نتنايا أدي كان النيه المتقين ديكس التقوان ربي عز وجل ديكس الأمانة ديكس الحرص بلغن الدعوة ربي عز وجل التبليغ بلغن الدعوة ربي عز وجل كاملة. إذا نكوني الأمة سيدنا رسول الله دانت من أي دغل الأنبياء يسبلغن الرسالة ربي سبحانه وتعالى أشهو قد غيسقسى ربي يوم القيامة قد غيسقسى يساغي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم داسن تشهادي رسول الله يساغي بلغ الرسالة أرى غيسقسى ربي عز وجل ودخلان بياطين أشهو ما سفني منسلما يعني لما مياضين أشهو لما مياضين دات من غير صدنا بينسن وحدوت لكن الأمة سيدنا رسول الله أمة الإسلام دت من الرسول سيدنا رسول الله أمن الإسلام بيد داعيتين كل شيء إن ربي عز وجل القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله أردن سمزيرين غير الأنبياء الأنبياء دت من كل اسم اللغن دعوة ربي سبحانه وتعالى أسكى يوم القيامة بس تدل الأنبياء خيان مش شاد يوي خيان مش شاد رس يومن إن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي دس يومن يان بنادم إلا النبي دس من سين مدن إلا النبي دس من نكرات إلا النبي دس من عشراء إلا النبي دس يومين وديان. يوم القيامة دادي تدل النبي يبدل قدامنا ربي عز وجل دستيني ربي عز وجل إس بلغتي دعوتي لأمانك إساس نتسهولة تبراتي لأمانك ميدلا دا سنتين يا ربي بلغ غاسن سنعتي غاسن الدين نعتي غاسن يدي سيتومرت سهولة غاسن تبرتنك يا ربي اسقصى ربي لما مدن النغمي بلغينا عن الرسول دا سنتين يساوني سهولة الرسول دعوت مدلا يساوني سهولة تبرتن مولانا مدلا دا سنتين يا ربي هاتو راغي نعتي والو هاتو راغي بلغ والو هاتو راغي سهولة تبرتنك يا مولانا ارتبران يعني ارسكيركيس اللي قدامنا ربي عز وجل ربي عز وجل السن ما يجران يعلم خف ما يجرانا شو يعلم ما يزرين ولا ما ديدان ولا ما ريجرو ولا إني دغفسني سر الشهود دغفسني تقوم الشهادة
دادي قال ربي سبحانه وتعالى الأمان الرسول الأمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينياسن إيسي بلغ النبي دغي الأمان سميد لا أرتشهاد أرنتشهاد الأمان الرسول صلى الله عليه وسلم أرنتشهاد الرسول ناغي سي بلغ الأمان أشكونه من سوينا يعني هو يدغ ديدنانه القرآن يعني ما يدغ يوي الرسول صلى الله عليه وسلم إدمت النبي إسهولا انتبرتنا ربي سبحانه وتعالى إن عتاسني الأمان يعني كل شيء أدز الزجز غفس جبريل عليه السلام سيغور ربي عز وجل إن غفرنا ربي عز وجل القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أدخلني أيال من تبليغ الأمة الشهادة الأمة يعني تنمس الأمم عقيدات الإيمان كني أريش هدني الأمم أريش هدني الأنبياس بلغن تبرتين ربي سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس دات شهاد من يوم القيامة اسم بلغن الأنبياء الأمم من سن لو قلنا نكرن الأمم نكرن الأنبياء كني دات شهاد من الأنبياء اسم بلغن الرسالة إذا نيضغط يا موه الإيمان يخصنا من سويا أنا من متى النبي اللان متى النبي ديوزنا ربي عز وجل يسيب بلغ دعوتنا ربي عز وجل سيدي سن سيدنا آدم عليه السلام ديسن سيدنا إدريس سيدنا نوح عليه السلام سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى شعيب هود صالح لم بيدخوش خصة النسين هاتي هي العيب أي منسلم هي العيب أي سن بنادم مدنو دوار كل شيء السنيتو دوار كل شيء أتجر نسيتو دوار السنشير نسن السن يعني توتمين السن كل شيء سلاس ماء نسن يغيا يحفظ ميان السميت مغد ميتين السميت إلى سمان من دنو دوار وإني وري السن 25 النبي داد يوزن ربي عز وجل اتياد كارني القرآن وري السن الرون النبي وري السن الرون الرسول صلى الله عليه وسلم وري السن توتمين النبي صلى الله عليه وسلم وري السن يشير نس هاتي قال عيب فإقراني سين إخصاني سين زوار أني سين يعني الأسماء الأنبياء نسي الأسماء الصحابة نسي الأسماء نورون الرسول صلى الله عليه وسلم إذن إلين خمسة إلى الأنبياء دغات داتني تسمى ربي عز وجل أولي العزم من الرسول يعني ودادي كان النيق الأنبياء خمسة من الأنبياء خطر أولا سيدنا نوح عليه السلام يعيش أكثر من ألف نوس قواس وقارن ألف نوس قواس يعيش إذ نغد ربي عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يعني ألف نسق وسقل خمسين أي تدعو لمنس ستوحيد لمن دعوت يعني سبريد مولانا سبحانه وتعالى اللي هرو من استغرقتنا ربي عز وجل والسين سيدنا إبراهيم عليه السلام يوزنتيد ربي عز وجل الأرض العراق يفندر تعباد إزران تعباد الأصنام تعباد تفويت تعباد النجوم اللي يتنيد عس توحيد يرزصنا إنه الأصنام يرنت سوافة إن جات ربي عز وجل سبحانه انتقل سي العراق يدوس مزير تيطينس فلسطين يدوس مزير تيطينس يعني مصر يدوس يخس الحجاز اللي يبنى الكعبة المهم يخصني سين التفاصيل اللي يدغلن بيا ان اعتقد ضربي القران اد انت فات بنادم يسن القصص يعني ديتيلين التلفزيون يسن القصص المسلسلات يسن القصص يعني انت مديازين يسن كذا ولكن تفتن القصص الانبياء وريسن السن والو وريسن نبي الله نوح وريسن ابراهيم والسكرات اولي العزم سيدنا موسى عليه السلام مشانت ماري وين غير سكان تغرط يعني القسطنس تحصوتيت سيدنا عيسى عليه السلام هي المعجزه يعني ترو تمنس بلا, بلا, بلا يعني الاب انت يعني يان يورون ادم عليه السلام دادي لولان غير سما بلا با يعني المعجزه يبلغ الدعوه نس يعني بني اسرائيل تم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسين الميلاد نس تيسين الوفاة نس تيسين الغزوات نس تيسين الراونس تيسين الحياة نس تيسين مشى المحنة غير في سكان أفادت يعني سويت دايما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ليمان ليمان الأنبياء والرسل أزار سنتامنت حبوتن
تيسين تيسبلغن دعوتنا ربي شهد تاسن يسبلغن دعوتنا مولانا سبحانه وتعالى تامن تسوينا أشوق تيسقسات غيفسن يوم القيامة أترنا كيسقسا ربي يوم القيامة خف الفرقات دغي يستربح مغد الفرقات دغي يستخسر مغد ودغيس ينجح مغد ودغور ينجح قا كيسقسا خف وراون قا كيسقسا خف النابين قا كيسقسا خف الأنبياء يعني لنا إذن الإيمان سالأنبياء الرسول يان سيلار كان ترسال الايمان هذا غيوفق ربي عز وجل يغيمو من يعني يطفرنا بريدنا ربي عز وجل اسال الله تعالى ان يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن تحمد ربي سبحانه وتعالى أرتم تشيار دغي جمعان يدغن دغمية الخير أنسيون إن شاء الله تعالى في الركن وستة ترسال تستة الأركان الإيمان ترسال الإيمان عشان نقل الحديث لا يستقصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الركن الستة هو الإيمان بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ ما هي الإيمان بالقدر؟ القدر هو أي يقدر ربي عز وجل أدي لي الكون كله أي يقدر ربي عز وجل التويرة قبل خلقي جنوان ديكال أشوينا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ما أكتب قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. أول مخلوق دي خلق ربي عز وجل هو القلم. الناس ربي عز وجل أورو الناس ما تورو يا ربي الناس أورو أيدا يريجرون المقادير الخلائق كله أر يوم القيامة. إذن القدر أتمنت إدا أين إجران يحلى مغدخة هاتي السنت ربي يوروت ربي سبحانه وتعالى يعني يشو ربي ديتصرف في الملك نسمي الدائرة ربي عز وجل انت قال الخالق انت قال المتصرف في الكون انت خلقني جنواني خلقي كيكال اي دغني جنوان دي كان المخلوقات كله الملك ربي عز وجل فين ربي يا ديان اري تصرف ديك سبحانه وتعالى امكي الدايره وري لي او ديان يغينا دسيني ربي ما غاليك تسكرتا ما غاليك تسكرتا اش كنت سبحانه وتعالى اي الملك المتصرف في الكون يملك اي كل شيء الملك الدغوين سبحانه وتعالى. أردتني ربي عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر ما تلحاج خلق ربي عز وجل هات القدر هات تيقدر يقول ربي سبحانه وتعالى وريت لك الحاج وريت لك الحاج ديفغن العلم المولانا وريت لك الحاج ديفغن دو التصرف المولانا وريت لك الحاج ديفغن يعني برا القدر المولانا سبحانه وتعالى. إذن أتمنت القدر خيره وشره إنك النبي صلى الله عليه وسلم أتمنت أن يقدر ربي عز وجل أديلي إحلى هات ربي أتقدر ورحلي هات ربي أتقدر سبحانه وتعالى. إذن العبد لو قلنا يسجرك الحاج إحلى ديت تشكري ربي عز وجل ديتني الحمد لله الشكر لله أشكر ربي دي قدرنا يدغى الحاج ربي سديتي سهل يا ربي كان رزق كان النجاح كان الحاج النجاح المشروع عنك كان الحاج النجاح يورى ونك
التي سنتي الدربات التي قدر ماشي العقلني ماشي صحتني ماشي يعني القوان تدرى عني، وإنما القدرة أن ربي عز وجل القدر أن ربي عز وجل الإرادة دو يديرها ربي سبحانه وتعالى. أرتشكرت مولانا سبحانه وتعالى إيه كان الحش ريحليني قدر ربي عز وجل، كان المرض يقدر ربي عز وجل، كان الحادث نسأل الله السلامة والعافية يقدر ربي عز وجل، كان الحش ريحلين توقع أيوك مختوقع أيوك مطوطنك مختوقع أيوك مغد، كان الحش ريحلين كان الخدم مغد، كان الحش ريحلين التجارة كان الخسارة كان كذا كله يعني دتي سنتي ربي سبحانه وتعالى التيران دتي سنتي دبتي قدرن سبحانه وتعالى أرتيني قدر الله وما شاء فعل. صبرتي القدر مولانا سبحانه وتعالى، والني يصبر التي تبشر ربي سبحانه وتعالى يتل بشارات خطرت إن يخ سبحانه وتعالى وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين، بشر يا رسول الله، بشر يا محمد، بشر الصابرين والناي تصبرن خفلقفو يدير ربي عز وجل دو يدي قدر ربي عز وجل دو إن المصيبة يوقعن داي تصبر بشرت يا رسول الله. بشر الصابرين ما يتنيقان ما يقان وديو من القدر ربي عز وجل يصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة، لو قلنا ياسن توقع كان المصيبة أن يقدر ربي عز وجل ما التنين ما السفوغ نجلسا وننسن ما السفوغ نجيما وننسن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دا التنين نكوني وين ربي يدنيها إذا رغو صغور ربي عز وجل ربي دا غدي السفوغ نسيد غن الدونيت ربي أراد غي السفوغ ديك سلوق النيرة إيش كشما غد سيد غن الدونيت يخلقا غد نقطة الدائرة قادة غيوي لقنا النيرة سبحانه وتعالى ورنملك الحياة النخ ولا التصرفات النخ أودحة خسينا يقدر مولانا سبحانه وتعالى والنا اتصبار يا منس القدر مولانا سبحانه وتعالى يني يدغل الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون ما يقان الجزاء نس ما يقال البشارة نس أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أدت تبشار النبي صلى الله عليه وسلم يوم ربيتني بالشر يعني الرحمات من ربي عز وجل الرحمات وسعنين غور مولانا سبحانه وتعالى. أردتني ربي عز وجل يت الآية يضين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أين دوني جران أين كني صابن أين دوني وقعن يغفون النون مغد الأموال النون مغد دروا النون هات يراق الكتاب قبل خلق ربي نوان ديكال في كتاب من قبل أن نبرأها يعني قبل أن يبرأ الله الخالقة قبل أن يخلق ربي وديان من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أشو كل شيء يوهن غر ربي سبحانه وتعالى انت يتصرف نقل الكون وانا يمنسو يا وانا مغور الله اليقين هو يا هديت يعني لو قلنا يسوق على المصيبة ورديت حزان ورديت مراتي غفنس ورديت محاني غفنس ديتيني يدغيق الدر ربي عز وجل ليصبر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أفاد بنادم أو يحزن يقلق يمرتي غفنس يمحني غفنس خفيت الحاش يوقعن هاتي قدرت ربي عز وجل مغدي ياسي كربي كالحاش يحلان كالحاش الخير كالحاش يعني إلا الخير أوريني هاتي دخس العقلين ومغد الشطران ومغد مغد يعني الدكائن ومغد يعني تطولانتيتين ولكن أيني أي دغيد إد توفيق مولانا سبحانه وتعالى. أرتشكارت يا ربي ولا تفرحوا بما آتاكم بمعنى أرتشكارت يا ربي أورتينيت أي دغات يعني أتسيه العقلين ومغد كذا. إذن والنيو من نسل قدان ربي عز وجل يجس شجراك الحشت ليت تسيني دلاب الدادة الشجر وللي ما مرت النتيرار بلا ربي سبحانه وتعالى
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يغين ووال إن غرارات البال يقول كلمة لو كلمة لو يعني أتني مرسكير غاية أرني جرويا مرسين إسقنا دي جرويا أرنا دكي غابري ضد مرسين إسقنا دي جرو كذا أرنا كد فغسة أي إن غنمر كلمة لو إنك النبي صلى الله عليه وسلم هات يان النوع نووال الشيطان ديان النوع يعني العمل الشيطان ما يدي التيني ومسلم يجي جراكا والنبي جراكا الحاج الدخفوري عويل قال لي هالتوقعات دي التيني قدر الله وما شاء فعل اشفينا النبي صلى الله عليه وسلم خيرك يجي جراكا الحاج اتيني لو فعلت كذا لكان كذا مرسكير غايا ورني جرويا مرسكير غايا ورنكد غايا ادي جرويا لا لا التينيت قدر الله وما شاء فعل يقدر ربي يا هاتين يقدر ربي لا بد دي وقع لا بد ديلي قدر الله وما شاء فعل لو قلناك نتايا القلب منك دي يطمئن دي يطمئن ربي عز وجل القلب منك يسوسعاك الخاطر منك صافي اي دار الحاجه يوقع ندغ دي دار المصيبه نسال الله السلامه والعافيه دا التفسيسخ في الخلق دا غير التفسيس ديال القلب الناس ان ربي عز وجل قالت الايادين ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اي ونا يومن سلقى دار ربي عز وجل دا يتهدو ربي القلب الناس سراحه البال الطمانينه العكس ونا وريومين القدر ربي عز وجل دائما يمحني غفنس دائما ريت تسخاط دائما ريت سغيو دائما ريت شكار او يعني تسقسات التجارات انك وداس كواز دخكي فوالو نمحن ونربي حاميه اك تسقسات خفوار راو انك ودي ورحلين وراو كان دا وكذا اي ناخ تسقسات ديما ريت تسخاط ديما لا بنادم يخصها ريت تسخاط في القدر ربي عز وجل طبعا بنادم يسكر الاسباب يعني هذا سيسحلو ربي الوقت يسكر الاسباب هذا سيفوس كواس ودي زرين يسكر الاسباب هذا سحلو نشر يسكر الاسباب يعني هذا سحلو الوقت ولكن يقدر ربي كان الحاج اي سين ادكورنا نتقولو تخصي انك كاين يسول ربي سبحانه وتعالى ما يمكنش ان تقولو تخصي انك كاين يسول ربي عز وجل سكر الاسباب الخير ولكن اي انك كاين يسول ربي تردو القدر مولانا سبحانه وتعالى تردو سيدا غيارو سيدنا ربي سبحانه وتعالى إذن الإيمان بالقدر أتي الباب خطار يديك يا الباب التوحيد ديال الباب الإيمان أشهو الإيمان بالقدر يامو يا الإيمان بالغيب أول آية يعني الدليل الزكز ربي عز وجل البداية سورة البقرة إن يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما هي المتقين الذين يؤمنون بالغيب للتمنس الغيب او داين نور زران دازر ستمن ننتمنس ربي عز وجل وقارورتنا الناي قاتني النيق الاخيرة هذا غير ربي يكون هناي التنين ربي عز وجل يوم القيامة ارتمنس الملائكة هتنساو الغيفس ارتمنس الانبياء قارورتنا النايت ارتمنس يعني سوي الدرية وقع يعني يوم القيامة كل شيء دازر ستمن كذلك اين يجران مغداين ناري جرو يسكا اين يقدر ربي للتمن تسد الغيب الدخول له غور ربي سبحانه وتعالى انت ديك سيتصرف اذا اديت من القدر ربي عز وجل داك كربية الطمأنينة ديال القلب مني كيك ربية الراحة ديال القلب مني ودا غور يومين نصر القدر ربي دائما ناري تسخاط ان النبي صلى الله عليه وسلم هي الحديث دادي التازن ربي الملائكة نس الدكين غور ودا يا خيا لما اريد الدا يقني الفراش داسني تيني ربي عز وجل ربياتي على ما يجران دو ما يجرون دا يتزن الملائكة يعني يسن دوات إزارات العبدين وما يتيني ما يتيني من الداغ نيك كان غرس دا تقزن الملائكة يعني ماشي يسوزن ربي الملائكة أدس داوين كان الخبر الدوري السين ربي يجرى كل شيء يجرى كل شيء السن ما يجران السن ما يتيني العبد دا غير يتزن الملائكة يعني أدقوم الحجة في الخلق الناف لا تدون صغرس أرس فليدن اي ولي ونديتيني من دختي تزور ان النبي صلى الله عليه وسلم وداغي يوم النص القدر ربي دايت تامن دايتيني داي قدرت ربي اي دغيروت ربي سبحانه وتعالى انت ربي العفو انت ربي الشفاء يعني رضاس القدر ربي عز وجل
ودا غدا غرشتي يلا جرا خطار غور مولانا سبحانه وتعالى ودا غيت سخات ناري سمو موي زون تيد مدن ودا تكرفسا غاتمحنا هاتا ميس دا تشتكات ودا كي دي خلقنا تشتكات المخلوقين لا هاور تشتكات ربي دا كي دي خلقني المخلوقين هاتو وريك بينامية إذن اشتكى خفوة داخي دي خلقن سبحانه وتعالى إذن ربي عز وجل رحيم بعباده أنا منس ربي عز وجل نا منس القدر نس نا من أن كل حاجة نيجران هتأتسي القدر ربي عز وجل أن تترى ربي عز وجل أدغي يقدر الخير يقدر أغمى يحلان يوفق أخس الخير يوفق أخس ليمان أدغي هدو ربي سبريد نس اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتلوا منا الإسلام مراتب الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنت ترى ربي سبحانه وتعالى أدغي الجمع يدغن تغيمت الخير أدغي الجمع يتغيمت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيمت دغي إن شاء الله في غيمت 24 رديك سنساول يتمقى سيتمقى الإسلام يا الخلق الخلق الجود والكرم. أشو الدين النخ هي الدين ديكس العقيدة ديكس الإيمان ديكس الإسلام ديكس التوحيد ديكس الأخلاق. الأخلاق هي دغنت مقا الإسلام يعني يانت المكملات العقيدة الداغلة هي القلب نمو نسلم يغور إلا الإيمان ربي سبحانه وتعالى تعبدت ربي عز وجل العبادة يعني ديكنا بريد العبادة الحقيقية كذلك في مجانك الأخلاق أنك يخصاد حلونت من ضمن الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الخلق من الجود والكرم. الكرم يعني السخاوة السخاء من النفس الكرم بنادم ديته الله يورى ونس ديته الله يعني ينجبا ونس ديته الله متى بنادم يعني ديسم عشر ديتيني بنادم ديكس ديكس الخلق ديكس الخلق الكرم ديكس الخلق الجود إيجا سخي إيجا كريم. أشكو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يغدي ويدغن الدين إن ياخ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أردتني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يوسن عمي من النبي صلى الله عليه وسلم أنا غدي التوصاف يمشي الدايقة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس النية يوسنا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم المدة أرغي سوالخ في الأخلاق نس أرغي سوالخ في السخاوانس بالكرم من النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أجود الناس بالخير يعني أكثر الناس كرما يعني يوفك ما يتكرم من يوف يعني يكدني كل ونقي إلا الخلق الكرم. أجود الناس بالخير ديت نفاق بلا حساب ديت نفاق يعني سين السخاء ديت نفاق يعني أريكا المال ديت غمي النبي صلى الله عليه وسلم يدج يعني يغفنس بلايات الحج يكتكانين يطين يعني قن ان شاء الله ان شاء ان ادنوي كالامثله يسير النبي عليه الصلاه والسلام ديس بيان يدغل الخلق من الرسول عليه الصلاه والسلام كان اجود الناس بالخير اين غرسلني كيكت اين غرسلني كتي الصحابه اين غرسلني كتي ونيكبينس اين غرسل اين غرسي حلان اكتي ونيكبينس اشكو النبي صلى الله عليه وسلم لي يغيز يدقز القران غير في القرآن أي داخل آيات القرآن دات نتي طبقتنا يا غمونا عائشة كان خلقه القرآن يعني أي داخل الأخلاق في مقد داخل القرآن دات نتي تطبق الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني الخلق الكرام، إن يا ربي عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورنا تقولوا الدرجة البر درجة خطرت غور ربي عز وجل أردة كثرة تنفقت ويدغور كعلان لحش دغتريتي يغفلني تحتيتي كانين يضين حتى تنفقوا مما تحبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، أي إن غور سلال يقدر أغرجك من الصباح يعني المال خطار تلقيت ورنان تفت غرسة ودريان ورديت فكر يغدام غدي أسكى يفكري وسكى يفكري النفن وسكى يفكر لا دا يتفكر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غيري الوقت داهي إلا اللحظة داهي إلا يكرم يغفنس يكرم الرونس يكرم الصحابة نس أسكى ود دا غير زقنا سقى دا غير زق أسكى. كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان، أي دغل الخلق السخاء الكرم يعني العطاء الإنفاق دا يتزيد في رمضان، يعني إيديك يعني سيني فسن بران رمضان دا يكسر بعاني فسن بمعنى دا يتضبول ويدغل الخير دا يتعتو ويدغل الخير يكا أريد زيادة في رمضان أو دا مسلم كي تغير يتقى الأخلاق نس يعني هو لقته سقواس ولكن دا يتزياد الإيمان دا يتزياد العبادة دا يتزياد الأخلاق يوير رمضان أشهويا يوير دا يتزياد الحسنات. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يتقو سيدنا جبريل يتغجم بالنبي صلى الله عليه وسلم خوكت في رمضان دائما إضان رمضان دا يتقو سيدنا جبريل يقيم أريتم دراس القرآن أريتم ذكر القرآن انتد الرسول صلى الله عليه وسلم دائما خوكت في رمضان أي نعم إذا يتزياد الخير أريد زياد نشاطنا الكرام الجود السخاء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن يوصفه يعني ابن عباس يعني كي يغذين المعنى دغس بيان الإنفاق للنبي صلى الله عليه وسلم الكرام السخاوة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني يغر الخير الإنفاق للنبي صلى الله عليه وسلم يغر يدغ نزو دار التاوين تهوت أزود. اتلو منا الإسلام مراتب الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أن تحمد ربي سبحانه وتعالى دغي جمعني يدغن تغيمت الخير تغيمت دغي إن شاء الله 28 يتسلو من الإسلام هذيك سنسول إن شاء الله تعالى خير الخلق يعني تعلق الحقوق نوراو حقوق الأبناء ماذا اختفار نوراو النخ أشو نسولي الحلقة الدغيزرين حلقة الدغيزرين نسول في الحقوق الوالدين ما نتفار نكوني إي وراو ما اختفار الوالدين يشير النسن دغي ماذا اختفار نوراو النخ ما اختفار نوراو الوالدين أشهر ربي عز وجل إيس بين غضي القرآن يسبينا غد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نس يعني الحقوق المتبادلة ما تفرن وراو الوالدين ما تفرن الوالدين وراو ما تفرن ريزني توتمين نسن ما تفرن توتمين ريزن نسن الشيخ يعني إن غد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يجمع ويدغل الحقوق كل شيء فأعطي كل ذي حق حقه يعني كاسي خويان الحق دي تفار كاسي ربي الحق نس كاسي النبي صلى الله عليه وسلم الحق نس كاسني الوالدين الحق نسن كاسي تمطط الحق نس كاسي يوراونك الحق نسن وهكذا. إذن ماذا اختفار نوراون ما هي الحقوق نوراو الحقوق نوراو عتان أول حاجة أنك العلماء الحق مزوارو داد اختفار نوراون هو اختيار الزوج الصالح بمعنى يختاروا رياز تمطط يصلحن اختار تمطط رياز يصلحن أشو يصلح الزوج تصلح الزوجة راد صلحن وراو أشو أول حاجة ديت الطارن يعني دي يتعاون أفضل تصلحن يشيران هو الصلاح الوالدين يقول صلاح الوالدين هدت الطارن بزاف خف وراو النسل أشو إنه النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
ما تبنى نديرو لان دادي تلالا خف الفطرة، خف الدين، خف الإيمان، خف العقيدة السليمة الصحيحة. ولكن الوالدين ننسى خف سيت أطار، الوالدين ننسى تي السفوغن، خف يدغن الفطرة السليمة، الفطرة مزوالوت اللي هي الدين الإسلام، الفطرة الإيمان ربي سبحانه وتعالى. ما تي السفوغن يدغن الفطرة الوالدين، ينصرانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الوالدين ننسى أتي السفوغني الإسلام ينت دوداي مغد الوالدين أتي السفوغن الإسلام ينت دارومي مغد الوالدين ستي السفوغن الإسلام ينت داماجوسي. إذا الوالدين نيتنايد هي الأساس مقار، يعني لا الأسباب يعني يضينت لا الأسرات لا المدرسات لا الرفاقة نسوت لا الزنقت لا بزاف الحوايج تأثر، ولكن المؤثر الأساسي وهو الوالدين. لذلك لا بد من اختيار الزوجة الصالحة، لا بد يختار بنادم تمطط تصلحن، كذلك تمطط خصها تختار رجال يصلحن. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يون جدا ونهي الله الدين لمن أو لتس. كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذا التول مدن يعني تمطط، إما خف الزيننس، إما خف إقارض ننس، إما خف العائلة ننس، إما خف الدين ننس، ولا إني اختارت أن نقول إلا الدين هاتي إلا الدين اللي أنت الحوايج دايطين مزيان، وإني يقول لي الدين مقاري إلا الزين تلي العائلة إلي المال هاتوا لي اللي والو. إذن فاظفر بذات الدين، اختار ذات الدين، أشو أنت تهدك صلحن أفدت صلحن وراوني. إذن هال المسألة مزواروت، المسألة السنات تربية الأولاد دات بدوس هما الديلولة، تربية الحسنة، التربية الحسنة يعني دات بدوس هما الديلولة. بنادم أشفيان بنادم يدات صغور الإمام الحسن البصري رحمه الله يويا استربت غرس عامين، الناس ري غادي تنعت يمشي الدار غاد ربا غايد غنتربات التربية يحلان. الناس مش تغوص إلى الناس عامين، الناس تعطرتن وارتديت هي الوقت ما انتو رد الدغية الإمام، الناس هي مات لولا أدرت دوتا يتسقساتي يعني خف التربية ما شير غرسي لعامين. فلذلك التربية سهمات دي لولا المولود، إلي العلماء الدهنان قبالة دلال المولود مساوي الخفاء اختيار الزوجة الصالحة. كذلك الاجتماع ليدغ نطوطخ الحلال يخصيلي يليس يعني بسم الله يلي يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فدور أو ليكش من الشيطان يراك تمطوطني. كذلك تمغرا يخططي على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ريسلي لمعصية ربي عز وجل. كذلك أرسوا العلماء خفية المسألة أدي دتار وتمطوط يلي يعني أيضغ المولود أيضغ الجنين يوديسنس يوخديلنس أرتسفلي دي القرآن أرتقرأ القرآن، هذا نتقوله القرآن يعني بإذن الله تعالى غور المولود دي تأطار لو يعني تبتنا علميا بزافنا الأدلة يعني إذا تأطار القرآن الكريخ في الجنين يوديسن يوديسن ممانس. لو قلنا دي لولا يدغ المولود لن بزاف الأحاديث، لن الأحاديث دي صحاني اللي ودي ضعفن دي سول مثلا خف الأذان، هذا السود انت المولود يعني يقوم الزغن سيفاس يسمع ينغني وليو الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. في الحقيقة المولود هاتو ريت تفهم المعاني ويقدر كوري يسمعي المعاني ننغ ولي وليو ننغ، ولكن هاتيين يكال العهد ربي أتربت يدغل المولود خف الشهادتين، تربت خف تظليت، تربت خف الإيمان، تربت خف التوحيد. لذلك يعني إن غمينا التربية دات بالدوس البداية. كذلك لو قلنا يسنسي ول هذا يسفو غوالي ونمزبرة هذا سنس علام بسم الله الله أكبر أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زريان الدريا مزان اسم عمر بن أبي سلمة اسلا ياس إزرات النبي صلى الله عليه وسلم تشتسو يفاس تشتسو ظلمات يعني وريهي الأدب الأدب المأكلات الأدب الطعام. الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله
وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سمي الله إني بسم الله، وكل بيمينك تشسي فاسني، وكل مما يليك تشي يعني يلجهتني أو تشتت يلجهتني من الدنياطين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أي دغنور با يعلمك سليم الزي يعلمت يا الله محريت تعلم أي وين يولي ومحريت تعلم أي تش هكذا. ماشي معناتها تدش الدريار دي خاطر عاد رستيت سيف فاس مغدسو سيف فاس مغديني بسم الله مغديني سبحان الله مغديني لا إله إلا الله. أرست سيارة الرقية وقلنا يريهن مقارب في السيسة ولا رست قرأت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الحديث أنه ذي الطرقاء الروني الليس الحسن الحسين يلا غرسن عامد عامين أرتني الطرقاء الدعاء الرقية القرآن إن الحديث أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما يعني رون تترغ الحماية يعني يا ربي سبحانه وتعالى أكون يحفظ يمثل حشيخان سواء أنت يا تعلق الإنس مخ تعلق الجن مخ تعلق الحشرات مخ تعلق يعني أي مخلوق. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أكون يحفظ ربي تتن بنادم يحفظ كون يمتت الطخان وهكذا. كذلك الحرص يعني في تعليم تظلت 7 سنين يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة 70 واضربوهم عليها 10 هذي تغيب من 100 جدري أرد غرسي لي 15 مغد 20 ناس مغالي ورد تظلت يلا هتتعلم تظلت لا هتستمزي يخصك كأنه إذا تظلت أول حاجة أكي زير درين إذا تظلت أي تزير موانس إذا تظلت أشوي دغل الأخلاق في نسوال التربية إذا تقع عملية أي دغل التربية تقع يعني الأقواد الأفعال ماشي غير السينتية وكسكرايا ما غالي غورت سكرتايا هانتا دغت حلا هانتا دغورت حلي ولكن كياناي هادي التربة خفوي دغت سكرت مباشرة أي دغت سكرت يعني دتي تطبق حرفيا خيرك دغي مثلا الدري يسنيت او السيركيس واني هيين السيركيس اللي قدام الناس مثلا كان يعني تفرك كان قريض يدو داري سقبو حتى الدارت يسكر نوربا ان يدو انك هاد فلانه ان غادي كيسقسان نيتا سي وربا الدنيس هاتولي لي يعني هاتوري لي اذا هات تعلمت سي وربان كثير كاس يدو يسكرني الناس هاتوري لي هاتي فقط قلب غير هاتوري لي اذا اذا استنيتي وخاور سيركيس واني خيين راس تعلمت تيكركاس العمل هات هات دي تسي دغس تعلمت اي داس نعتيت ماشي دغس تينيت. فكذلك يعني تظلت دست نعت تظلت سي 7 سنين سي 7 سنين ارتويت الجامع يسين الفاتحة يسين الركوع يسين السجود يسين الأذكار متى الحشي اللي تظليت تحفظ القرآن سي الحقوق نوراو هذا سنعت القرآن الكريم تحفظ القرآن سي تامزي قبل 7 سنين سي ما يتعلم أريد تعلم غير السمع يعني 3 سنين 4 سنين والحمد لله لو يدي يحفظ القرآن 5 سنين 6 سنين 7 سنين ختمن القرآن توفيق سي غرم لنا سبحانه وتعالى لم نمي فتح ربي القلوب نسن يعني يحفظ القرآن بكري. فلذلك أدس نعلم القرآن أدس نعلم يعني يمكن دا تسين يوليون القرآن الكريم نعلم ماسن يمكن دا يقرأ القرآن الكريم أحفظ القرآن الكريم سيكتامزي أنا علمي الدراري القرآن الكريم هتنتي يعني الحجاب دارتني حجاب يعني العيون العباد يحجبتني يعني الأخلاق السيئة يحجبتني يمثل حش يعني دا يمكن اذا نخسر الاخلاق نس دا القران ديال القلب نس تاتي تحفظ ربي عز وجل شحال الحش والتوفيق سي غرم ولنا سبحانه وتعالى. اذا كوني خصنا حرص ان حرص دين من اهل القران الدريه دا يحفظ القران يوم القيامه دا يسلس ربي عز وجل للوالدين سينتاج ينتاج فلاني غفنس ينتاج النور الوالد الوالده اشهو حرصا خفيو ويتسنى يحفظ القرآن الكريم. إذا التربية للتعليم سيهتم زي أشكو المسألة التربية يمكن دار النهي تزويري أول واحد دا غير في ستياس قصاهما الوالدان إلين يعني بزاف
المتدخلين يعطي يد القضية التربية ديك المدرسة، يعني المعلم الواد في الصغران الواد غاسي تنعتان اللي تأثروا انت ديكس إلين الرفقاء نسو خصنا نختار الرفقاء إحلان ودا دي ست من تلقاني شراني حلان إيك زريح كان دري وريحلي إيرا دي سلغ كان طرقت وريحلين إيك سات سمزاني غيس خيرا كتمون فلان هات ناكي زرغ فلان هات وريحلي هات كذا. إذن دايما يحرص بنادم خفا يدغن الصلاح نوراو أشو يخصل حنا يدغن نوراو أترى دا غنفع عن الدنيا تنفع عن لا خيرا لا دا غنفع عن الدنيا تقا دا غسل لقنين خاطر نكوني يعني طبقنا يد لاغ من سلاي الحصة دغيزرين الحقوق الوالدين الإحسان الوالدين قد غنفعني الآخرة الدعاء الصدقات بزاف الحوايج د القضية دغنا يمكن يا مثلا حافظ لكتاب الله دايت شفاع الوالدين سي شفاع 70 الأسرة إذا الحرص أداس نعتي وراو دغنا الجانب الدين يمكن داس نعتا الجانب الدنيت الشيخ إبراهيم عليه السلام اللي غني زري الراونس يوس الدغ على محرة ديالو لا نتد موانس تمن الكعبة ورثات بني لقنا الأماس الخلا إذ عياسن ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن إذ عياسن اترسن زوار الأمور الدين عادة يتر الأمور الدنيت هكذا أنت ترى ربي عز وجل يصلح يصلح الراونخ يصلح الأبناء النخ يصلح الدرية النخ يصلح العائلة النخ يصلح تيوتمين النخ يصلح المجتمع النخ. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.